متشكرين جدا لمعالي الوزير النهارده على المؤتمر الصحفي دوت، وسعيدين بلقاء حضرتك جدا. وانا بحب كلمه اصحاب الهمم اللي افرقها سياده الرئيس، لان هم فعلا اصحاب الهمم. وسعيد بالمبادره، وسعيد بوزاره الشباب والرياضه انها تتبنى دوت، واتمنى المزيد من بقيه الوزراء زي وزاره الثقافه ووزاره الاعلام الاهتمام اكتر. اصحاب الهمم عندهم قوه اقوى مننا، عندهم عزيمه اكتر مننا، لازم عندهم قنوات يكتشفوا من خلالها، لان صعب عليهم جدا طبعا ان هم يقدموا نفسهم للصناع. فلما يكون في قنوات تثقل موهبتهم فده شيء محترم جدا، ومبادره محترمه من حضرتك ومن الوزاره، ونتمنى المزيد طبعا من بقيه الوزارات والاهتمام بيهم. وهم جزء من المجتمع، بل بالعكس هم لديهم قدرات خاصه وقوه بشريه كبيره جدا جدا، يجب استغلالها في الايام القادمه ان شاء الله. شكرا معالي الوزير.